السلام عليكم. النهارده هنتكلم على الساسي. في الحقيقه انا ليا كان ليا الشرف ان انا اللي اخترعت عمليه الساسي. هي عباره عن موديفيكيشن لعمليه جراح في البرازيل اسمه سيرجيو سانتورو. هي غيرت من مفهوم علاج السمنه وعلاج السكر من النوع الثاني. في الحقيقة العملية السيرجيو كانت عملية معقدة شوية. كل اللي أنا عملته اللي أنا خليتها أسهل، بحيث إن لو أي جراح بيشتغل سمنة أو وتدرب عليها كويس وعرف التريكس اللي فيها هيعملها بسهولة. مشكلة عملية الساسي إنها لو ما اتعملتش مظبوط بتعرض العيان لمشاكل كبيرة جدا قد يفقد فيها حياته. وبالتالي عمليات الساسي لابد ان الناس المتدربه عليها فقط لا غير هي اللي تعملها. وانا في الحقيقه عملت 3 دورات في مصر، انما للاسف لغايه دلوقتي لسه الجراحين المصريين بيعملوها بطريقه غير مضبوطه، وبالتالي مشاكلهم كتيره جدا جدا جدا، وبيجي لي حالات كتيره جدا من مشاكل الساسي. وفي الحقيقه لما بفتح يعني بشوف العيان بعمل له عمليه تانية بكتشف ان هو مش عامل ساسي اصلا. العمليه الساسي ببساطه بتقول ايه؟ بتقول اذا كنت انا اقدر ان انا اخلي العيان يفقد وزنه والسكر بتاعه يروح خالص، هو سكر طبعا من النوع الثاني، بدون ما اغير مسار الاكل كله. اي بمعنى ايه؟ ان عمليات التحويل كلها اللي احنا بنشوفها حوالي 4 أو 5 عمليات بتعمل فصل كامل لمسار الاكل، بتحول الاكل كله الى الامعاء. طيب اذا كنت انا اقدر احول جزء من الاكل صغير بس الامعاء والجزء الثاني يمشي في مساره الطبيعي، وهاخد نفس النتائج بتاعه فقد الوزن، وهاخد نفس النتائج بتاعه الشفاء الكامل من السكر من النوع الثاني، وبالتالي انا لما جزء من الاكل يمشي في مساره الطبيعي، وبالتالي المضاعفات بعد العمليه، البروتين، الفيتامينات، فيتامين دي، الحديد، كل ده هقدر استفيد منه من الاكل. مشكله العمليات التحويل كلها بلا استثناء اللي هو التحويل الأكل تماما من جزء كبير من الأمعاء، وبالتالي هذا الجزء ما بيشتغلش، وبالتالي هذا الجزء بيحصل فيه مشاكل في المستقبل، وبالتالي الفيتامينات والبروتين بتبقى كبيرة جدا نقصها في الجسم. أحيانا حتى لما باخد الفيتامينات بعد العملية ما بقدرش إن أنا برضو أقدر أسد النقص الشديد فيها. عملية الساسي بتحول جزء صغير من الأكل للأمعاء، وبالتالي بتطلع الهرمونات اللي بتخلي الواحد يشبع بسرعة وبتصلح السكر في الدم، والجزء الأكبر من الأكل بيعدي في مساره الطبيعي، وبالتالي بستفيد منه، بستفيد من البروتين، بستفيد في الفيتامين كلها. مشكلة العملية دي التكنيك بتاعها، لو ما تعملش كويس بالتكنيك بتاعها بالمقاسات بتاعتها المظبوطة، للأسف الشديد العيان بيعاني معاناة شديدة جدا بعد العملية، لأن بحوله لتحويل كامل مش عملية ساسي. وزي ما أنا ذكرت عيانين كتيرة جدا جيت أعمل لهم عملية تانية اكتشفت لهم مش عاملين ساسي أصلا، وعاملين عملية تانية شبه الساسي وبيقولوا عليها ساسي. الساسي عملية آمنة لو اتعملت كويس، الساسي عملية بيرفكت في علاج السكر من النوع الثاني. العملية تعتبر العملية الأولى في علاج السكر، بدأ ناس كتيرة جدا على مستوى العالم يعملوها، كل أمريكا اللاتينية، إنجلترا، ألمانيا، تركيا، الهند، الخليج كله، برتغال، إيطالي، نرويج، دنمارك، أيسلندا، فنلندا، كل الدول دي بدأت تعمل، فرنسا بدأت تعملها، كل الدول دي بدأت تعملها، لأن وجدوا إن مفيش داعي إن أنا أحول كل الأكل عشان أخد نتيجة للفقد الوزن وعلاج السكر، ومن الأحسن إن أنا أعمل التحويل
جزء صغير من الاكل والجزء التاني يمشي فيه مساره الطبيعي. هذكر تاني ان العمليه دي مش اي حد يعملها، ولو عملها لازم يتبع الاصول السليمه في عملها لانها قد تضر المريض لو اتعملت بطريقه غير مضبوطه. الحاجه التانيه مش كل مريض اقدر اعمل له ساسي، يعني لو واحد جاي بس الكتله الجسم بتاعته اقل من 50 وما عندوش سكر ولا عنده حاجه، حرام اللي انا اعمل له ساسي، اعمل له جست عمليه تدبيس او تكميم كفايه عليه. لو المريض كنت في الجسم بتاعته اكتر من 50 55 60 وفي مبادئ سكر عنده، بالتالي الساسي يعتبر اوبشن كويس له. كل مريض له نوع من العمليات محدد، مش كل المرضى زي بعض، مش كل المرضى اللي ينفع له العمليه دي ينفع له العمليه الاخرى. الساسي عمليه جديده بدا يتعمل عليها ابحاث من كل العالم دلوقتي، وبدأ الناس تثبت نتائجها، اللي كل الكلام اللي كنا بنقوله من 5 سنين عاوزين كل الناس تعملها، بس تعملها بالطريقة الصحيحة، لأن للأسف الشديد للأسف الشديد الأطباء المصريين بيعملوها بطريقة غير صحيحة، وبالتالي بتبقى مضاعفاتها كبيرة جدا على المريض. بتمنى من كل زمايلي إن هم يبتدوا يراجعوا نفسهم في عمل عملية الساسي بالطريقة الصحيحة، ما يحاولوش يزودوا من عندهم أفكار جديدة على العملية، لأن العملية مش محتاجة أفكار، محتاجة بس إنك تعملها بالطريقة الصحيحة عشان تفيد العيان بتاعك. نتائج عملية الساسي في مريض السكر من النوع الثاني تقترب من 90%. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إن في نسبة شفاء كامل من السكر من النوع الثاني للمرضى بنسبة 90%. أعتقد ده حلم، أعتقد ده يقترب من العمليات اللي هي بتعمل تحويل كامل وضعفتها كبيرة جدا. أعتقد أن ده علاج آمن دلوقتي لو تعمل بالطريقة الصحيحة لعلاج مرضى السكر من النوع التاني. وشكرا لكم.